تم الافتتاح ديال الدورة 15 من بعد غياب ديال 4 سنوات وثلاث دورات، والنتيجة اللي ممكننا اللي حصلنا لها في هذا اليوم الافتتاح هو بأن يعني كل شركاء اليوم هذا محمسين وجاوا بحماس باش يعلنوا على ما هي ما هو توزيع 1376 رواق على الجول العشر الأقطاب، وما بين البرامج المهمة اللي كانت عندنا هذا العام هي مع التعاونية ديال المنتوج الفلاحي، حيث استضفنا أكثر من 550 تعاونية اللي غتواكب إن شاء الله هذا، وهذا واحد الرقم غير سابق في الدورة هذا. ولاحظنا يعني ما هو اليوم ما هي الجودة اليوم ديال المنتوج ديال هاد التعاونيات، ولاحظنا ايضا في بعض الاقطاب بحال القطب الدولي فين اليوم 68 دولة اللي واكبت هاد المشروع، منهم المملكة المتحدة اللي هو ضيف الشرف ديال هاد الدورة، ومع من عندنا واحد البرنامج بخلال هاد 6 أيام الجاية ان شاء الله ديال التوأمات وديال توقيع اتفاقيات. هاد القطب الدولي كيبين بان اليوم الملتقى الدولي للمغرب ولا من اكبر ملتقيات على الصعيد الدولي الفلاحيه على الصعيد الدولي، ومن خلال الكثره ديال الندوات وديال المحاضرات اللي مبرمجه من خلال هاد 6 أيام، يعني ممكننا نقولوا بان الملتقى ولا من اكبر واهم منابر بالنسبه للتداول الشؤون الفلاحيه. كاين جوج مناظرات اللي مبرمجه، وحده غدا ان شاء الله اللي غتجمع 800 خبير واللي غتهم السياده الغذائيه، واخرى نهار الخميس اللي غتجمع اكثر من 30 وزير افريقي واللي غيتداولوا حول التقلبات المناخيه. دونك هذا الشيء كيبين لنا بان يعني الحمد لله المستقبل ديال هذا المشروع تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله كيعطي للبلاد واحد الشرعيه باش نوليو نهضروا على الفلاحه المغربيه، الفلاحه الافريقيه، وايضا نداولوا على الفلاحه والشؤون الغذائيه على الصعيد العالمي. كنعطيكم ميعاد ان شاء الله من دابا 5 أيام باش غيبقى العدد ديال الزوار، وحنا متفائلين ان شاء الله باش مكناس والملتقى يستضيف يعني اكثر يعني عدد ديال الزوار، وحنا الحمد لله جد سعداء بالكيفيه باش دازت هذا الافتتاح ديال هذا النهار. وشكرا.